الكلمة للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي النائبة المحترمة السيدة خديجة الباشا. السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين، يشرفنا باسم الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي في مناقشة المشروعين الخاصين بالنظام الأساسي للقضاة والسلطة القضائية التي كرس دستور المملكة لسنة 2011 استقلاليتها ومأسستها على أسس ومبادئ دستورية حديثة وملائمة مع التطور الديمقراطي واحترام مبدأ فصل السلط وتعاونها الذي انخرط فيه بلدنا بكل قناعة وثبات. إن السنوات القليلة التي مرت على الشروع في التنزيل الفعلي للقانونين التنظيميين الخاصين بكل من السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة كشفت عن بعض الفراغات والقصور في هذه المنظومة التشريعية الحديثة، كما أن المحكمة الدستورية بدورها دققت في بعض مفاهيمها من خلال قرارها عدد 89/19 بتاريخ 8 فبراير 2019. نعتبر في فريقنا أن هذه التعديلات التي يتضمنها كل المشروعين محل المناقشة والمصادقة تهدف إلى الرفع من آذاء جهازنا القضائي وتعزيز هياكله الأساسية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والإدارة القضائية وحسن تدبير الأوضاع والوضعيات الخاصة بالقضاة وضبط العلاقة مع وزارة العدل. السيدات والسادة، إن أهم المستجدات في مشروع القانون التنظيمي رقم 1322 لتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 113 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي يتلخص أولاً في تأهيل وضبط هياكل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد أن ظهرت بعض الصعوبات خلال الممارسة تتعلق بمدة ولاية أعضاء المجلس وولاية الأمين العام للمجلس وترشيد زمن بعض الخدمات، وذلك بتوحيد مدة ولاية تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أعضاء منتخبين وأعضاء معينين، حيث جاء مقترح مشروع القانون بإحداث منصب أمين عام مساعد وكاتب عام للمجلس، وذلك تخفيفاً للأعباء الملقاة على الأمين العام وسعياً لحسن سير المجلس ونجاعة أداء إدارته. وكذا اقترح المشروع إسناد مهمة تحديد هياكل المجلس الرئيس المنتدب بقرارات خاضعة لتأشير السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وفي إطار ترسيخ استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، واعتبارا لقرار المجلس الدستوري رقم 16/991 فإن تدبير الوضعيات الإدارية والمالية للقضاة أصبحت من المجالات الخاصة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبتنسيق محصور مع الوزارة المكلفة بالمالية. ثانيا، الرفع من نجاعة وفعالية تدبير الإدارة القضائية بإدخال تعديلات تخص مراجعة وضعية الهيئة المشتركة لتنسيق في الإدارة القضائية وتعيين قضاة الاتصال في بعض سفارات المملكة في إطار التعاون القضائي الدولي، ونظرا للطبع الخاص لقضاة الاتصال كما جاء على لسان السيد وزير العدل فإن مصدر اقتراحهم وتعيينهم يأخذ طابعا تشاركيا يهم كل من قطاع العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بالإضافة إلى قطاع الخارجية فيما يخص مرسوم تحديد مهامهم. ثالثا، تخليق انتخاب ممثل القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وتحسين شروط وظروف إجراء هذا الانتخاب مما يضمن مراعاة وحرمة وهيبة القضاء والأخلاقيات المهنية للقضاة وحسن سير مهامهم القضائية وكفالة مبدأ المساواة بين المرشحين.
رابعا الرفع من نجاعة أداء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتسريع مساطر تدبير بعض الوضعيات كانتقاء المسؤولين القضائيين ومسطرة التأديب وتقادم المتابعة التأديبية للقضاء. وفي هذا الإطار يقترح المشروع إيداد لائحة مهام المسؤوليات الشاغرة عن بعد إما بسبب الإحالة على المعاش أو الأسباب الأخرى. وأخيرا تعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تدبير وتتبع الشأن القضائي، وذلك بتمكينه من الآليات والأدوات اللازمة لتتبع العمل القضائي واستجماع المعطيات والإحصائيات الرسمية عن طريق مختلف المسؤولين القضائيين لتعزز بها تقاريره الدورية وبين الإنجازات والحصيلة السنوية لمختلف المحاكم، بالإضافة إلى إمكانية تتبع أداء القضاة والرفع من قدراتهم المهنية. السيدات والسادة، إن أهم المستجدات التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي 1422 المعدل للنظام الأساسي للقضاة يقترح تخويل موظف المجلس الأعلى للسلطة القضائية إمكانية الولوج إلى سلك القضاء بعد قضاء 10 سنوات من الخدمة العمومية الفعلية في مجال الشؤون القانونية إسوة بكتب الضبط، وكذا إحداث درجة ممتازة بعد الدرجة الاستثنائية، وثالثا وضعية قضاة النيابة العامة التسلسلية مع تمديد سن التقاعد إلى حدود 75 سنة مع إمكانيات وضع لحد لهذا التمديد قبل حلول أجله مع تكوين المسؤولين القضائيين في الإدارة القضائية. ثانيا إن مستجدات هذا المشروع ترمي إلى تعزيز قيم النزاهة والاستقامة وتخليق القضاء وفق إصدار أحكام قضائية في أجال معقولة وتقييم السادة القضاة، وكذلك بالنسبة للخطأ المهني الجسيم بمراجعة وتوسيع المجال المتعلق بالمقتضيات المنظمة للخطأ المهني. السيدات والسادة، بناء على ما ذكر أعلاه فإننا نؤكد على أهمية التعديلات المقترحة ودورها في تطوير وتعزيز المنظومة القضائية الوطنية والرفع من أدائها ونجاعتها، وذلك من أجل ضخ روح جديدة في المنظومة القضائية خاصة المردودية وتكريس مجموعة من القواعد الضامنة لاستقلالية السلطة القضائية باعتبار القضاء المنصف والعادل من مقومات أي مشروع تنموي ناجح وصمام أمان للدولة والمجتمع.